لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم خوتي حبايبي، كنتمنى تكونوا مزيانين وكتشوفوا هذا الفيديو اللي وليت لكم فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي ندير لكم جولة بحديقة ديال مراكش. قبل ما نبداو الفيديو المنتزه الإيكولوجي، معاودة سويتة ومتنساوش ديرو لايك، تشاركوا في القناة، تفعلوا زر الإشعارات باش يوصلكم أي فيديو جديد أنا كنزلو، ومتنساوش تبعونا على الإنستغرام رامي ديالو تحت صندوق الوصف. ونخليكم دابا مع الفيديو. سلمى سلمى تموت على زعلل راني نلعب. دابا غادي نبداو الجولة ديالنا في المكان، يلا نتبعو الأنسة. سلمى شنو بغيتي تطلعي؟ بغيت نعرف غير هادي شنو هي، السفينة ولا السفينة محطمة؟ مع انه ما كانش الماء، المهم محطمة. يلا نتابعو معاك. هذه لعبة شبكة، هذيك شبكة كتبقى تشبك تما ولك أكيد طيحي. مغامرة سلمى الاستكشافات. وكاين سفينة أخرى ما يمكن نسميها سفينة، هذا غير جزء من السفينة. ديك بحال تايتانيك، ديك اللقطة تاع التايتانيك بحال هكا بجوجين. تابعوا مع هاد الجولة. هنايا الشق راهم يكبروا، مع اللي افتتحوها في الأول كانوا صغيورين. عقلت سلمى ملي كانوا صغيورين كاين فيه العائلات، كاين قصص. بغيت نوريكم هذه واحد أخرى. هاو كاين المرجان، ملهي كاين المرجان، بريكوما إلى آخره. كاع الأسواق التجارية الكبرى مجتمعة هنايا. الحديقة بجوج بيبان كبار. وهادي كيما العادة سلمى حمقى. انا بعدا كتعجبني غير الطبيعة هكا الخضورة وكلشي، هادي كتعجبني كتستريحي فيا، ولكن كيعجبوني حتى اللعاب. نتبعو الجولة ديالنا، بقا معانا. يلا كاينة هاد البلاصة هنايا على شكل هرم، وين كبير دايرين هنا الحمام الطاووس. انت ما هو ما عقل الطاووس كان غير يفتح راسو يفتح هذاك الريش ديالو هذاك زوين ياك. هذا هو البيت ديالهم، بالعين عليهم باش ما يهربوش. ما غادي نمشيو نستكشفوها مع بعضياتنا ونتصوروا فيها. ليتس جو. عرفتي سلمى هادو بحال من دايرين؟ سلمى هي بحال الخيمة تاع دوك البدو كيكونو في على برا، عرفتيهم؟ اه هادو. اه هاهي تيك توك. ومن هنايا نشدو الباب من جينا هاد الجهة كذلك فيها ألا أخرى. سلمى راه مشات تجري باش اسي. أنا تبعتك يلا اسم الشايف يلا 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 كملتي ولا عصبرك شجاعة. ما توصلش رجلك ما غاديش توصل. لا ما شفتوهاش، ما شفتوهاش من نقزت صافي وصلت. ما هذاك سلمى عزيز عليها تشبط. ما عرفتش انا ديك البركه واش باقي فيها الماء اللي راها لهي الا راه تبان لكم واحد كان فيها الماء والبط. معرفتش اش باقي فيها غادي نمشيو تما ونشوفو. غنمشيو تمايا ياك سلمى؟ يس يلا نمشيو نستكشفو مع بعضياتنا
قال لي هات هذيك الشاشه اللي كتسقي ليه ليه. ديروا لايك ما تنساوش لايك وشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. واللي ما شافش الفيديو شيرت باش احتفلنا انا والاصدقاء ديالنا تاع الدرب. روحوا شوفوا هو فيديو قصير. احنا وصلنا البركه اللي فيها البط. هذه هي البركه. سنيت لما نصور لكم عن قرب. شوفوا الورد هنا شحال زوين الورد. ناري كيعجبني الورد. كاين اللي في الوسط كيف تلها من الجهه الاخرى ولا اللي من هنايا. كاين لي واحد 3 بطات من الجهه الثانيه. حنا وصلنا للجهه الثانيه. شوفوا شنو كانوا يديروا. صح زوينين عجبني الالوان تاعهم زوينه. غادي نمشيو لهي فين راهم واقفين دوك البنات ديك الجسر اللي تمايا تصور سلمى. احنا جينا سلمى كي جاتك هنايا البلاصة وهكا نمشيو نكملو الجولة ديالنا من هنايا. حنا وصلنا لمنطقة الألعاب مع سلمى. سلمى راها فرحانة بلات الألعاب ها هما واخا الألعاب تعبتها الصغار هي باغا تلعب فيهم. دخلو مليح كاين الألعاب من هنايا ومن الجهة الثانية أسي كاين هكا. خليدة لا تدري تبطل من تمايا. قولنا على الشعر ديالك. قولي قولي صعيبه بزاف. تزيدي ديري شي صوره من هنا. يلا سيري طلعي 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 طلعي. غادي نمشي لك من هنا نستناك. زوينه تما كتجرب في الالعاب. سيري طلعي تمايا يلا. يلا سني التور ادخل تخرج مع هذا القادوس هذا. سلمى في مره شي لعبه خصها تجربها. يلا طلعي بغات تسلق. يلا ديري بيديك تمايا شدي مزيان. يلا 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 هيا نزلت من هنا. يوم مشات لهاد الجهه الثانيه جاتها صعيبه ما كددش خافت. يلا عندك الشبكه راه مقطعه. لا الشبكه مقطعه. يلا نزلي سلمى. تلسيني بالضحك سنين هزك
ضربتها هادشي. يلاه نقزي نقزي، برافو. هذا كان الفيديو ديال اليوم، ما كنتمنى يكون عجبكم. وإلا عجبكم تنساوش ديروا لايك، شاركوا في القناة، تفعلوا زر الإشعارات باش يوصلكم أي فيديو جديد أنا كنزلو. تنساوش تبعنا على الانستغرام العربي ديالنا تحسن القراص خرى، اللي نزلت بزاف التصاور. وسلام عليكم.